بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 54. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وانتهينا إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قوله تعالى: شهر رمضان، هذا الشهر المبارك، الشهر التاسع، الشهر التاسع من السنة هو شهر رمضان. هذا الشهر ميزه الله بين الشهور بخصائص وفضائل لا توجد في غيره. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، يختار سبحانه وتعالى من الملائكة، الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس، يختار من الملائكة ويختار من بني آدم، يختار لرسالته سبحانه وتعالى من يعلم أنه يقوم بها، ويختار من الأمكنة، اختار سبحانه وتعالى هذه البقاع الطاهرة وهذه المشاعر وهذا البيت العتيق وما حوله من الحرم الشريف، هذا اختيار الله سبحانه وتعالى. ويختار من الأزمنة ما يشاء، اختار شهر رمضان واختار أشهر الحج من بين سائر الشهور، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فشهر رمضان ذكر الله له فضائل عظيمة. الفضيلة الأولى أن الله أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه فضيلة عظيمة لهذا الشهر، أنزل فيه القرآن. وقال في الآية الأخرى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال في آية ثالثة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فهذا القرآن أنزل في ليلة القدر وأنزل في رمضان، لأن ليلة القدر من ليالي رمضان، فلا منافاة بين الآيات. الآية التي يقول الله فيها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والآية التي يقول الله فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالقرآن أنزل في ليلة القدر، وليلة القدر من رمضان. وليس معنى ذلك أن القرآن أنزل كله جملة واحدة في رمضان أو في ليلة القدر، لأن القرآن كما هو معلوم
نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا ومنجما منذ بعثه الله إلى أن توفاه الله في 23 سنة مدة الرسالة. القرآن نزل في هذه المدة 23 سنة مفرقا، كما قال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ترتيلا مرتل في نزوله، لأنه نزل مفرقا ولم ينزل جملة واحدة، من أجل أن يكون هذا أسهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسهل على أمته، فكان ينزل شيئا فشيئا. ونزلناه تنزيلا ورتلناه ترتيلا، يعني نزلناه متتابعا متفرقا. والحكمة في ذلك التسهيل على المسلمين، لأنه لو نزل جملة واحدة لم يستطيعوا العمل به جميعا، فكان ينزل حسب الوقائع، حسب الحوادث التي يبين الله سبحانه وتعالى حكمها، وحسب الأوامر والشرائع التي يشرعها الله جل وعلا شيئا فشيئا، وينسخ منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. إذن معنى أنزل فيه القرآن أي ابتدأ نزول القرآن في هذا الشهر، ابتدأ نزول القرآن بهذا الشهر، وليس معناه أنه أنزل كله جميعا في ليلة واحدة أو في شهر رمضان، ولكن ابتدأ نزوله في هذا الشهر وفي هذه الليلة. والقرآن يطلق ويراد به جميع القرآن، ويطلق ويراد به بعض القرآن، فالآية الواحدة تسمى قرآنا، والسورة تسمى قرآنا، والسور تسمى قرآنا، فالقرآن يطلق على كله ويطلق على بعضه، كله يسمى قرآنا. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هذا القرآن أنزله الله هدى للناس، أي ليبين لهم الحق من الباطل ويدلهم على طريق الصواب. والهدى نوعان: هدى بيان وإرشاد، وهذا يحصل لكل الخلق المؤمن والكافر، فالله بيّن وأوضح الحق من الباطل لكل الناس، والقرآن جاء لبيان الحق وبيان الباطل، فهو هدى لجميع الناس، لكن المؤمنون قبلوه وعملوا به والكفار أعرضوا عنه. فالهدى والهداية على نوعين: النوع الأول هدى وهداية دلالة وإرشاد، وهذا حاصل لجميع الخلق، ولهذا قال هدى للناس، يعني لجميع الناس، فمن تبعه وعمل به اهتدى. وفي أول السورة يقول سبحانه: هدى للمتقين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لماذا خص المتقين؟ لأنهم هم الذين قبلوه وانتفعوا به،
وهذا الهدى هدى قبول، هدى قبول وتوفيق. فالهدى على نوعين، هدى دلالة وإرشاد، وهذا عام لجميع الناس، وهدى توفيق وتثبيت على الحق، وهذا خاص بالمؤمنين، خاص بالمتقين، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن فاتضح لنا الجواب عن هاتين الآيتين، الأولى أن الله أخبر أن القرآن هدى للمتقين، والثانية أخبرنا الله أن القرآن هدى للناس المتقين والكفار. فما الفرق؟ الفرق أن تقول المراد بالهدى في الآية الأولى هداية التوفيق والتثبيت على الحق، والمراد بالهدى في الآية الثانية هدى الدلالة والإرشاد. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، الله هداهم يعني دلهم وأرشدهم ووضح لهم، لكنهم لم يقبلوا. هدى للناس وبينات من الهدى، القرآن بينات يبين للناس الهدى إلى الصراط المستقيم وإلى جنات النعيم، كما قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. بينات من الهدى والفرقان، الفرقان بين الحق والباطل، فالقرآن فيه فرقان يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين المؤمنين والكافرين، يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، هذا كله في القرآن العظيم. ثم قال سبحانه فمن شهد منكم الشهر، ما المراد بالشهر؟ المذكور في أول الآية شهر رمضان، فتكون أل للعهد، للعهد الذكري، أي الشهر المذكور في أول الآية، وهو قوله شهر رمضان. من شهد منكم الشهر فليصمه، هذا أمر من الله بالصيام، وأمر بصيام جميع الشهر. من شهد منكم الشهر، معنى شهد يعني حضر، فمن دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم وهو صحيح، وهو مقيم وصحيح وبالغ مسلم، فإنه يجب عليه الصيام. من دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح ليس به مرض، مقيم وليس مسافرا، بالغ وليس صغيرا، فمن حضر هذا الشهر وهو يتصف بهذه الصفات فليصمه، يصم أيامه، يصم أيامه. وليس المراد أنه يصوم الليل والنهار، لا، يصوم النهار، وأما الليل فسيأتي قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية، فالمراد أنه يصوم نهار رمضان من أوله إلى آخره. إن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا أمر من الله، والأمر يفيد الوجوب، فصيام شهر رمضان واجب بهذه الآية، وهو ركن من أركان الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس،
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فذكر صلى الله عليه وسلم أن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، بني عليه الإسلام، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فصيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، فمن جحد وجوب صيام رمضان فإنه يرتد عن دين الإسلام، يستتاب، فإن تاب وأقر بوجوب الصيام وإلا فإنه يقتل مرتدا. وأما من اعترف بوجوب صيام شهر رمضان ولكنه أفطر متعمدا من غير عذر شرعي فإنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، يجب أن يعزر ويؤدب، ويجب عليه التوبة إلى الله، ويجب عليه قضاء اليوم الذي أفطره، لأنه ركن من أركان الإسلام. من شهد منكم الشهر فليصمه. ثم بين سبحانه وتعالى أهل الأعذار الذين يعذرون في ترك الصيام أداء في رمضان ويجب عليهم القضاء في غير رمضان، فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض الذي دخل عليه شهر رمضان وهو مريض، أو دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح ثم مرض في أثناء الشهر مرضا لا يستطيع معه الصيام لأن يشق عليه الصيام، أو يؤخر عليه البرء من المرض، أو يضاعف عليه المرض ويزيد المرض عليه، فهذا رخص الله له أن يفطر في نهار رمضان لئلا يجتمع عليه مشقة المرض ومشقة الصيام فيفطر ويتعالج. فإذا استطاع القضاء فيما بعد فإنه يقضي عدة الأيام التي أفطرها، هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى. أما المرض اليسير، المرض اليسير كالصداع ووجع الضرس وما أشبه ذلك من الأمراض اليسيرة التي لا يشق الصيام معها، هذا لا يعذر بالفطر في رمضان، لا يعذر صاحبه. المرض اليسير العادي كالصداع ووجع الضرس وغير ذلك هذا ليس مرضا يبيح له الإفطار. أو على سفر، إذا دخل عليه شهر رمضان وهو مسافر، أو دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم ثم سافر في أثنائه، فهذا يفطر في أثناء السفر، يفطر في أثناء السفر لئلا يجتمع عليه مشقة السفر ومشقة الصيام. الله خفف عنه وأباح له الإفطار، والإفطار أفضل، الإفطار أفضل للمريض والمسافر أخذا برخصة الله سبحانه وتعالى. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فالمريض الذي يشق عليه الصيام الأفضل له أن يفطر، والمسافر الأفضل له أن يفطر أخذا برخصة الله سبحانه وتعالى. وإن صام، إن تحمل وصام في مرضه أو في سفره فصيامه صحيح، لأن الصيام عزيمة والإفطار رخصة،
فإذا أخذ بالعزيمة وصام وهو مريض أو مسافر أجزأه صيامه، وإن أخذ بالرخصة وأفطر فهذا أفضل له وأحسن. والمسافر إذا نوى إقامة في أثناء سفره إن كانت هذه الإقامة تزيد على 4 أيام فإنه يصوم ويتم الصلاة، لأنه انقطع السفر في حقه. الإقامة التي تزيد على 4 أيام وقد نواها وعرفها تقطع السفر وتعود له أحكام الإقامة، فيصوم في أثناء إقامته ويتم الصلاة في أثناء إقامته. أما إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل فإنها لا تقطع السفر، فله أن يفطر وله أن يقصر الصلاة لأنه ما زال مسافرا. وكذلك إذا أقام ولا يدري متى تنقضي إقامته، أقام لطلب حاجة ولا يدري متى ينتهي مطلوبه، فإنه أيضا لم ينقطع السفر في حقه فيفطر ويقصر الصلاة لأنه لم يزمع إقامة محددة ولا يدري متى يواصل السفر، فهو لا يزال مسافرا. إذن فالإقامة في أثناء السفر لها 3 حالات. الحالة الأولى أن يعلم أنه سيقيم أكثر من 4 أيام، فهذا تنقطع أحكام السفر في حقه وتعود له أحكام الإقامة فيصوم ويتم الصلاة. الحالة الثانية أن ينوي إقامة 4 أيام فأقل، فهذا لم ينقطع السفر في حقه، له أن يفطر وله أن يقصر الصلاة لأنه ما زال مسافرا. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدم إلى مكة لصبيحة 4 من ذي الحجة، وأقام بالأبطح 4 أيام يقصر الصلاة، وفي اليوم 8 يوم التروية ارتحل صلى الله عليه وسلم إلى منى هو وأصحابه. فدل على أن الإقامة إذا كانت 4 أيام فأقل أنها لا تقطع أحكام السفر، أما إذا زادت فإن الأصل في المقيم أنه يتم الصلاة وأنه يصوم في رمضان لأنه أصبح مقيما. فإن قلت أليس الرسول صلى الله عليه وسلم أقام في مكة في غزوة الفتح 10 أيام يقصر الصلاة، وأقام بتبوك 18 يوما يقصر الصلاة؟ فنقول نعم، لكنه لم ينوي إقامة في مكة لأنه يترصد أحوال العدو، لأنه أقام يستعد لغزوة حنين فهو أقام إقامة غير محددة لا يدري متى يهجم العدو، وإنما أقام للاستعداد لغزوة حنين ولم ينوي إقامة محددة. وهذا ما نقوله، نقول إذا كانت الإقامة لا يدري متى تنتهي فإنه مسافر. وكذلك في تبوك أقام صلى الله عليه وسلم 18 يوما أو 20 يوما في تبوك، أيضا لم ينوي إقامة محددة وإنما أقام يترصد أحوال العدو لا يدري متى يلتقي مع العدو، لأنه خرج لغزو الروم وعسكر في تبوك ينتظر العدو ولا يدري متى يحصل اللقاء بينه وبين عدوه، فهو لم ينوي إقامة محددة. وهذا ما نقوله، نقول إذا لم ينوي إقامة محددة وإنما أقام لغرض لا يدري متى ينتهي
فهذا لا يزال مسافرا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض إذا أفطر في رمضان والمسافر إذا أفطر في رمضان فإنه يجب عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها من أيام أخر في غير شهر رمضان. ثم بين سبحانه وتعالى الحكمة في هذا الترخيص وهذا التسهيل على عباده، فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يسر للمريض أن يفطر، فالمريض لو صام هذا من العسر، والله لا يريد العسر على العباد وإنما يريد التيسير، وما جعل عليكم الدين من حرج. المسافر لو صام مع المشقة فهذا عسر، والله جل وعلا لا يريد العسر وإنما يريد اليسر والسهولة على العباد، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والإرادة هنا شرعية، هذه إرادة يتوب عليكم، إرادة شرعية دينية وليست إرادة قدرية كونية، لأن الإرادة على قسمين: إرادة كونية قدرية، هذه لا بد أن يقع ما أراده الله سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. أما النوع الثاني فهو الإرادة الشرعية والدينية، هذه قد يقع المراد وقد لا يقع. هذا الفرق بين الإرادتين. الإرادة الدينية يحبها الله ويرضاها، الإرادة الكونية قد يحبها كإيمان المؤمن وقد يكرهها ويبغضها مثل كفر الكافر ومعصية العاصي. الله أرادها كونا وقدرا ولكنه لم يرضها دينا وشرعا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة أمركم الله بقضاء ما أفطرتم من رمضان من أجل إكمال العدة، لئلا يكون صيامكم ناقصا. إذا أفطرتم بعض الشهر ولم تقضوا صار صيامكم ناقصا، فإذا قضيتم ما أفطرتموه أكملتم العدة. وهذا هو ما يريده الله سبحانه وتعالى، فجمع لكم سبحانه بين التيسير ورفع الحرج وبين إكمال العدة، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، هذا عند إكمال العدة ليلة العيد بعد رؤية الهلال، هلال الفطر يشرع التكبير في ليلة العيد إلى صباح العيد وخروج للصلاة العيد كله تكبير. في نهاية الصيام شرع الله لنا التكبير: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. دلت هذه الآية على أحكام كثيرة. الحكم الأول وجوب صيام رمضان على الأمة وأنه ركن من أركان الإسلام. الحكم الثاني أن الله رخص للمريض ورخص للمسافر أن يفطر كل منهما في أثناء مرضه وأثناء سفره، وهذا رحمة من الله عز وجل، تسهيل من الله. الحكم الثالث أن من أفطر من رمضان لمرض أو لسفر فإنه يجب عليه القضاء من أيام أخرى. الحكم الرابع بيان الحكمة من هذا التشريع العظيم، وهو أن الله سبحانه وتعالى يريد من هذا التشريع التيسير على العباد، رفع الحرج، لأن الله جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه بعض فوائد هذه الآية الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى
أن يوفقنا وإياكم لفهم كتابه والعمل به، وأن يجعله لنا إماما وهاديا، وأن يرزقنا تلاوته وتدبره والعمل به، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته ويعملون به ويستفيدون منه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أما السؤال الأول، يقول السائل: هل يدخل الصيام مع أعمال العبد ويقتص منه لحقوق العباد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل يدخل الصيام مع الأعمال أعمال العبد ويؤخذ منه للمظلومين يوم القيامة؟ لأنه جاء في الحديث أن من مات وعليه مظالم للناس فإنه يقتص للمظلومين من حسناته ومن أعماله، فإن فنيت حسناته وأعماله وبقي عليه مظالم فإنه يؤخذ من سيئات المظلومين فتطرح عليه، يطرح في النار. فالقصاص يوم القيامة للمظلومين يكون من الأعمال الصالحة ومن الحسنات. فهل الصيام يدخل في هذا ويأخذه المظلومون يوم القيامة؟ لا، الصيام لا يدخل في هذا. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام يدخره الله للصائم ولا يأخذ منه المظلومون، بل يبقى للصائم، يدخره الله له ويجازيه به جزاء لا يعلمه إلا الله. الصوم لي وأنا أجزي به. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف تكون زكاة المعدات كالشيولات والكرمكات علما أنها للإيجار وليست للبيع؟ الآليات التي للآجار كالسيارات والرافعات والمعدات كلها إذا كانت للتأجير ليس فيها زكاة في نفسها، وإنما الزكاة في أجورها. إذا حصل على أجور من هذه المعدات وحال الحول عليها على هذه الأجور فإنه يزكيها، يعني يخرج منها ربع العشر. نعم. يقول السائل: تحللت من العمرة ولم أقص شعري، فماذا حكمي؟ الواجب عليك تعيد ملابس الإحرام، تعيد ملابس الإحرام، لأن لبسك للمخيط غلط وأنت لم تكمل العمرة. فواجب عليك أن تعيد ملابس الإحرام وأن تتجنب محظورات الإحرام لأنك ما زلت محرما. فإذا أعدت ملابس الإحرام فإنك تقص أو تحلق راسك وتكمل عمرتك، ثم بعد ذلك تتحلل من الإحرام. نعم. يقول السائل: قمت بفريضة الحج متمتعا، وفي طواف القدوم دخلت من الحجر في أحد الأشواط جهلا مني، فقمت بطواف آخر فيما بعد، فهل هذا صواب وجزاكم الله خيرا؟ نعم، دخولك مع الحجر غلط، دخولك مع الحجر غلط، لأن الحجر من الكعبة. الواجب عليك أن تطوف بجميع الكعبة لا أن تدخل مع الحجر لأنه من الكعبة، فطوافك الأول غير صحيح لأنه ناقص. أما ما دمت أعدت الطواف على الوجه الصحيح فالحمد لله، قمت بالواجب عليك. نعم. يقول السائل: وما حكم المرأة تخرج من بيتها لزيارة أختها لأنها مريضة وهي في عدة الوفاة؟ لا تخرج من بيتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المعتدة للوفاة أن تمكث
في البيت ألا تخرج إلا لما لا بد لها منه، ويكون ذلك في النهار، ألا تخرج لزيارة أختها أو زيارة صديقتها، لأنه بإمكانها الآن أن تكلمها بالهاتف، تكلمها بالتلفون وتسأل عن حالها وتسلم عليها كأنها حاضرة عندها، تطمئن عليها، تدعو لها، هذا يكفي والحمد لله. نعم. يقول السائل: هل تضاعف الأعمال الصالحة في رمضان في المسجد الحرام؟ وهل هذا خاص بالصلاة أم غيرها من سائر العبادات كالنوافل وغيرها؟ التضعيف الوارد في الحديث خاص بالصلاة الفريضة، صلاة الفريضة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، أي الفريضة الواحدة عن 100,000 فريضة، هذا بالصلاة الفريضة. وأما بقية الأعمال في الحرم فلها زيادة أجر ولها فضل على غيرها، لأن الأعمال تضاعف في الزمان الفاضل مثل رمضان وفي المكان الفاضل مثل الحرم، لكن تضعيف ب100,000 هذا خاص بصلاة الفريضة، وأما تضعيف بقية الأعمال فهذا لم يرد بتحديده دليل، لكن لا شك أن الحسنات والأعمال الصالحة في الحرم أفضل منها خارج الحرم. نعم. يقول السائل: لي في بلدي مال يفوق النصاب، ولقد أعطيته لتاجر لكي ينميه لي، ثم احتجت لهذا المال، ولكنني لما طالبته به أخبرني بأنه لا يستطيع أن يعطيني شيئا لأنه فرضت عليه ضرائب، أخذت المال كله، وأنا أطالبه منذ 8 شهور ولكن بدون فائدة، وعلي ديون ولم يبقى معي شيئا، فهل يجوز لي أن أخذ من الزكاة؟ أفتونا مأجورين. ما دام الحال كما ذكرت أن مالك صار عند هذا الرجل وضاع من عنده وأخذ بالضرائب ولم يبقى عنده شيء وصار معسرا، وأنت عليك ديون ومحتاج، فلا مانع أنك تأخذ من الزكاة، لأنك أصبحت فقيرا ومالك ضاع وعليك ديون، فأنت من أهل الزكاة، تأخذ منها. نعم. يقول السائل: ما حكم بيع الهوائيات؟ نعم. ما حكم بيع الهوائيات؟ يعني قصده الدشوش أو الصحون الفضائية، هذا لا يجوز، لأنها أدوات شر تجلب الشر، فبيعها وتصنيعها حرام وثمنها حرام، لأنها آلات شر وآلات لهو والعياذ بالله. نعم. يقول السائل: كنت محرما فأخذت من أظافري وأنا ناسيا، وسقطت شعرة من لحيتي وأنا أتوضأ، فما حكم ذلك؟ أما سقوط الشعر بغير اختيارك فلا شيء فيه، وأما قصك للأظفار، قصك للأظفار هذا لا يجوز وأنت محرم، لكن ما دمت إنك ناسي ولم تتذكر، الله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان. الله جل وعلا يقول: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فليس عليك شيء ما دمت أنك ناس بذلك، ولو أنك فديت من باب الاحتياط، لأن بعض العلماء يقول إن الإتلافات لا ينظر فيها إلى العمد والنسيان، الإتلافات وقص الأظفار من الإتلاف، فيرون عليك الفدية، لكن الصحيح أنه ليس عليك شيء للآية والحديث، ولكن لو إنك فديت من باب الاحتياط وإبراء الذمة يكون أحسن. والفدية مخيرة بين 3 أمور: إما ذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء، وإما صيام 3 أيام، وإما إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، 3 أصواع قسمها بين 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، هذا من باب الاحتياط وإبراء الذمة، ولو لم تفعله فلا حرج عليك لأنك ناسي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: وهل
يسن طواف الوداع للعمرة كما في الحج. صحيح أنه لا وداع للعمرة، وإنما الوداع خاص بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المعتمرين بأن يطوفوا للوداع، وإنما أمر الحجاج فقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، هذا في الحج. أما العمر فلم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المعتمرين بطواف الوداع. نعم. يقول أخذت العمر هذا اليوم وانتهيت ولم يبق إلا القص وتطيبت ناسيا، فما الحكم؟ ما دمت ناس فليس عليك شيء، النسيان ليس فيه شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. هل يجوز أداء العمرة لأبي المتوفي؟ لا بأس أنك تحج عن أبيك المتوفى وتعتمر عنه، وهذا مما ينفعه بإذن الله إذا تقبله الله، لورود الدليل بذلك. رسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يحج عن الميت وأن يعتمر عن الميت، فلا حرج في ذلك، بل هذا فيه أجر لك وفيه أجر للميت أيضا. نعم. يقول ما حكم من أكل أو شرب وهو ناسيا في نهار رمضان؟ ليس عليه شيء، من نسي فأكل أو شرب وهو ناسي ليس عليه شيء، قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. هذا يقول لدي طفل عمره 10 سنوات أو أقل أحرم بالعمرة، وبعد وصولنا إلى مكة البارحة تركته في السكن وخرجت ثم عدت وجدته لبس الثوب قبل أن نعتمر لأنه جاهل، فما الحكم؟ الحكم تنزع عنه الثوب وتعيد عليه ملابس الإحرام لأنه ما زال محرما، تؤدون العمرة أنتم وإياه، ولبس للثوب من باب الخطأ ليس عليه فيه شيء. نعم. يقول السائل قلت أن الرياء لا يدخل في الصوم، ولكن قد رأينا أن بعض الناس يخافون صيامهم خوفا من الرياء. يخفون صيامهم خوفا من الرياء. لا، الرياء لا يدخل الصوم، لا يدخله الرياء لأنه سر بين العبد وبين ربه، فلو كان الصائم خاليا في محل مظلم ولا يراه أحد من الناس فإنه لا يأكل ولا يشرب ولا يتناول المفطرات، فهذا دليل على أنه لا يدخله الرياء، لأنه نية بين العبد وبين ربه، والنيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل نرجو تحديد المسجد الحرام التي هي داخلة أو حدود الحرام التي هي داخلة في حديث فضل الصلاة في المسجد الحرام، بارك الله فيك. حدوده الأميال، أميال الحرم والأعلام المنصوبة على حدود الحرم من كل الجهات، هذه حدود الحرم المكي، وحرم النبوي أيضا، حرم المدينة أيضا وضع له علامات وأعلام تبين حدوده. نعم. يقول السائل هل من وقع أو صرف شيئا من العبادات لغير الله هل يكون وقع في الشرك المخرج من الملة، وهل يجوز أن نقول بأنه كافر؟ نعم، من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فإنه مشرك، والمشرك كافر، لأن العبادة حق لله عز وجل، الله جل وعلا يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فالعبادة لا تصح مع وجود الشرك، فإذا صرف شيئا من العبادة بأن ذبح لغير الله أو سجد لغير الله أو استغاث بالميت أو بالقبر فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر، ويكون كافرا خارجا من الملة، لكن باب التوبة مفتوح، لا يقنط من رحمة الله، عليه أنه يتوب إلى الله ويستغفر الله جل وعلا، الله يتوب على من تاب،
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال بعد ذلك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فالتوبة تمحو ما قبلها من الشرك ومن الكفر ومن النفاق ومن المعاصي، وهي مطهرة لصاحبها، فعليه بالتوبة إلى الله. نعم. يقول السائل: ما حكم من يبيع صبائغ تلوين الشعر وحكم بيع الروائح؟ ما حكم من يبيع صبائغ تلوين الشعر؟ أصباغ، يعني يبيع الأصباغ. وحكم بيع الروائح؟ ما في مانع بيع الأصباغ، ما في مانع، لكن الكلام على الاستعمال. البيع لا بأس، لكن الاستعمال، الرجل لا يجوز له أن يصبغ بالسواد، وكذلك المرأة لا تصبغ الشيب بالسواد. إذا كان فيها شيب في الرجل أو شيب في المرأة فلا يجوز صبغه بالسواد. قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فلا يجوز صبغ الشيب بالسواد، وإنما يصبغ بغير السواد. نعم. يقول السائل: هل يستفاد من هذا الحديث، يعني الحديث الذي ذكرته، هل يستفاد؟ بقية السؤال الثاني اللي قبل هذا، اللي غير الأصباغ، وشو؟ بيع الروائح. روائح؟ نعم، يعني بيع الطيب. ما في بس طيب، هذا من الطيبات، بيع الأطياب، أنواع العطر وأنواع البخور وأنواع، هذا من الطيبات، ثمنه طيب وبيعه حلال، ثمنه حلال. نعم. يقول السائل: هل يستفاد من هذا الحديث إثبات صفة الشم لله؟ الله يهديكم، ما نثبت شيء إلا ما أثبته الله أو أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في الحديث ذكر الشم لله عز وجل، ما ورد في الحديث ذكر الشم حتى نثبته لله عز وجل. فلا تتكلفوا هذا التكلف، اقرأوا الحديث كما جاء وروه كما جاء، ولا تثبتوا شيئا لله لم يثبته لنفسه ولم يثبته له رسوله. الله ما ذكر الشم ولا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الشم لله عز وجل، فلماذا نتكلف هذا التكلف؟ نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، لقد ظهرت في هذا القرن عدة فرق قد بين العلماء مخالفتهم لمنهج السلف الصالح، والسؤال: هل يعاملون معاملة الفرق القديمة من تحذير بدعهم وغير ذلك، أم السكوت عن حالهم وذلك اجتنابا للفرقة وجمع الشمل؟ ما نعرف ما هي هذه الفرق التي تعني، أو كل فرقة، يمكن بعض الناس يتشدد في الأمور ويعتبر كل من لم يوافقه أنه مبتدع ومخالف، وقد يكون هو المخطئ، هو نفسه مخطئ. فلا يجوز التراشق باتهامات التبديع والتفسيق وغير ذلك، هذا له قواعد وله أصول وله مرجع، وهم العلماء يسألون عن هذه الأمور. عليكم بالتثبت في هذه الأمور، وعليكم بالتأني وعدم العجلة وعدم إصدار الأحكام على الناس بدون تثبت وبدون روية وبدون سير على القواعد التي سار عليها سلفنا الصالح، وهي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان على منهج المعتزلة أو منهج الجهمية أو منهج الصوفية هذا مبتدع بلا شك، هذا مبتدع، لأن هذه الفرق فرق ضالة منحرفة. ومن ليس كذلك فلا نقول أنه مبتدع على طول، حتى نرى وندرس حالته ونشوف ما عنده ونعرض ما عنده على القواعد الشرعية. الحاصل أنكم لا تستعجلوا في هذه الأمور، وتثبتوا واسألوا أهل العلم. نعم. يقول السائل: جمعت ثروة من الممنوعات في عدة سنين وأردت التوبة. نعم. جمعت ثروة من الممنوعات في عدة سنين وأردت التوبة إلى الله، فنفقتها كلها في سبيل الله، وأصبحت معدما تماما، وليس لي مال ولا عمل، وأخاف الرجوع إلى الحرام،
فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟ نصيحتنا أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن تطلب الرزق، والله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. عليك بالتوكل على الله وطلب الرزق من الوجوه الحلال، والله سبحانه وتعالى يرزق من توكل عليه ويرزق من طلب الرزق من وجوه الحلال. الأرزاق ولله الحمد ما أغلقت، والأسباب ولله الحمد موجودة، فعليك بالجد والاجتهاد وطلب الرزق. وكونك تسرعت وأنفقت الأموال اللي عندك وأصبحت فقير، لو أنك تأنيت وسألت أهل العلم قبل، حتى يوجهوك في هذه الأموال ويفرزون الحلال من الحرام، لأنك ربما تكون مخطئا حيث ظننت أن هذا حرام وما هو حرام. لا تعتمد على فهمك أنت وأنت لست بطالب علم ولا فقيه، عليك بسؤال أهل العلم قبل تتصرف. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الطلاق المشروط؟ مثال: أنت طالق إذا دخلت بيت أختك. مسائل الطلاق لا نفتي فيها في هذا الدرس، مسائل الطلاق ترجع للمحاكم، المحاكم الشرعية عند القضاة. نعم. يقول السائل: جاء عند الترمذي وابن ماجة عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وجاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وفي رواية وهو محرم صائم. السؤال: كيف الجمع بين هذين الحديثين؟ الجمع بين هذين الحديثين أن رواية احتجم وهو صائم غلط، ما هي صحيحة، وإن كانت في البخاري، لكن اللفظة هذه غير محفوظة كما يقول الإمام أحمد وكما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. الرواية ذي وهو صائم غير محفوظة، والصحيح أنه احتجم وهو محرم فقط، وأما رواية احتجم وهو صائم فهي غير محفوظة، ولذلك أعرض عنها الإمام مسلم ولم يروها، بينما شيخه البخاري رواها، هو أعرض عنها لأنها غير محفوظة. فالصحيح رواية احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم، هذا هو الصحيح. فيبقى قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، على أصله وعلى بابه، أن الحجامة تفطر الصائم لأنها سحب للدم الذي به يقوى جسم الإنسان،